السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي للهالات السوداء والهالات المنتفخه، يعني اطار العينين اللي كتكون عندنا سوداء وبكثره، يعني الصهير، بكثره الهاتف، النقال، بكثرة المشاهدة في الشاشة ديال التلفازة، بكثرة يعني تعب، قلة شرب الماء. هادو كيعطيونا مضاعفات بزاف للهالات للدائرة ديال العينين. اليوم جيتكم بواحد الوصفة اللي هي رائعة جدا، رائعة بزاف ومجربة. كيف ما كنقول لكم دائما، انا كنعطي مجرب، ما كنقدرش نعطي شي حاجه الا وكنجربها بزاف ديال المرات، وكنجربها في يعني ماشي في بشره واحده، في جميع انواع البشره كنجرب فيها الوصفه وعاد كنعطيها للمتتبعات ديالي. وعلى فكره كنت واحد السيده كتبت لي في التعليق انك بزاف هاد الشيء على ود باش تشدي الفلوس، على ود هادي، على ود هادي، كتقولي وزدي كتقولي جمهوري ومتتبعاتي. علاش اختي ما نقولهاش؟ اها، عندي المتتبعات ديالي، عندي الجمهور ديالي، تحية ليهم، تحية كبيرة من عند فاطمة الزهراء اللي عندها قناة بيوتي بيو، ومرحبا بهم كامل، ومرحبا بك حتى انتيا. واخا الا ما بغيتيش ما تفرجيش، غادي تستافدي، خلي الناس يستافدوا. هادشي اللي غادي نقول لك سيدتي الجميله. كيف قلت لكم هاد الوصفه رائعه بزاف، وماشي غير للهالات، بالعكس حتى الوجه ديالي غادي تعطيني واحد النضاره، غتبيض ديال البشره ديالتي، غتحيد ديال الطبايع من البشره ديالتي، وتحت التجاعيد، التجاعيد اللي دايره بالعين، حيت اول حاجه كتبدا المراه تجاعيد من عند العينين، كيبداو تجاعيد من هنايا، من هذا البلايص، من هنا ومن تحت العين، من تما كيبدا واحد الخطوط رقيقه، من تما كيبداو التجاعيد. هاد الوصفه هادي غتنفعني بزاف للتجاعيد، وغتنفعني بزاف بياض بشرتي، غتنفعني بزاف في تغذيه البشره ديالتي. مكونات جد بسيطه وموجوده في كل البيت، في كل البيت موجوده. يعني ممكن ما عندكش الديسير في الدار، تاخدي بنانه، مشي تخرجي لعند ملحق تاخدي بنانه، راه وحده كاع، يعني في متناول الجميع. دائما انا مع البسطاء، مع الناس اللي ما في حالهمش، ما عندهمش، بغاو يتهلاو في البشره ديالتهم، ما عندهمش باش يمشيو لي سونتر باش يديروا لي سوان دو فيزاج، ما عندهمش الوقت، كاين اللي ما عندهاش الوقت باش تمشي، كتجي لدارها في العشيه، ممكن دير هذا الشيء. هاد الوصفه هذه كتكون ليا من اربع مكونات، اربع مكونات. عندك مكون واحد يقدر يكون عندهم، يقدر ما يكونش عندهم، وإلا ما كانش عندهم ممكن يستغناو عليه ما يديروش. عندي الخيار محكوك، انا حكيتو وجدتو عاد جبتو نوري لكم، لان وليت كنصور بوحديتي، ما كاينش اللي يصورني، ملي كيكون اللي كيصورني كيشدني كامل وكيشد معايا المكونات. انا المكونات غادي نوريهم لكم. عندي الخيار محكوك، انا غادي نحتاج غير الماء ديالو، غير الماء ديالو هو اللي غادي نحتاج، غادي نعصرو غادي نوريكم الطريقه. طبعا عندي الكركم، الكركم اللي عندنا حنايا، الخرقوم البلدي رائع بزاف لتصفيه البشره، رائع رائع رائع. غير هو شرط واحد، الشرط اللي غادي نقول لكم، ملي غديروا الكركم ما تغسلوش وراه بالصابون، لا، الا غسلتي وراه بالصابون عرفي النتيجه غتعطيك عكس هذيك اللي كنتي كتنتظري، غتعطيك سميرار اكثر، الطبايع غينصحوا بزاف. هو ضد الصابون، ما تغسلوش بالصابون. ممكن تشدي فازلين تمسحي بها وجهك مزيان، ديري ان كوتون، واحد كوتون ديسك او قطن او كلينيكس او فوطا، وتمسحي، تمسحي، ممكن ديري فوطا ميها بارده وتمسحي مزيان، ولكن ديري فازلين باش كيتحيد لك بسهوله، ما كيبقاش شاد لك صفوريه في الوجه ديالك، لان تقدري غدا تبغي تخرجي للسوق، تبغي تمشي للعمل ديالك، تبغي المهم تخرجي من دارك، ما تبقاش ديك الصفوريه فازلين.
فازلين البنات راه مرطب للوجه من الدرجة الأولى، فازلين راه غزال للوجه، ممكن ديري بيه مساج هو بوحديتو، ما عندكش كريم مرطب ممكن ديري فازلين، فازلين زوين بزاف رفت ليا وقلتها لكم، فات ليا ودرت به واحد الوصفة أن فيها مساج للوجه وهذا، فازلين غزال أنا كنعاودها ودرتها في نيت وصفة ديال الكركم، قلت لكم تحيدوا بها نيت الكركم، فات ليا درتها. عندي قشور الموز، قشور البنان، يعني القشره ديال البنان، قشره ديال البنان شديتها قطعتها على جوج على هذا الشكل، يعني انا غنحتاج هكا، ها هما عندي مقطعين، ها هما قشور الموز مقطعين على هذا الشكل هذا، وعندي فيتامين اي اللي هو رائع، انا كنشربو، عندي لي كابسول ديال فيتامين اي كنشربهم بعض المرات، كنحلها وكندهن بها الوجه ديالي، قسما بالله الا كندير هاد القضيه هادي مره مره، ماشي دائما ولكن مره مره كنحلها وكندير كندهن بها الوجه ديالي، كندير بها شويه ديال المساج للوجه ديالي، فيتامين اي ديكم اللي ما عندهاش ممكن تستغنى عليه، دير قطرات ديال برتقال، حيت الحامض ما يمكنش ديريه في الهالات في الدائره ديال العينين، الحامض شي شويه قاصح. الوغ نبداو الخلطه، عندي هنا الكركم غادي ندير عليه هاد الماء اللي غادي نعصر ديال الخيار، محتاج غير الماء غنزيدو عليه ها هو، غادي نزيد عليه كابسول ديال فيتامين او، كابسول ديال فيتامين او، غنحلها ونتقبها إبرة تكون نقية وغادي نحلها، عصرتها كاملة، غادي نشد هاد القشور ديال الموز غادي نرقدهم في داك الخليط، الخليط اللي كيتكون من ماء الخيار من فيتامين او ومن الكركم، غادي نرقدهم قسم اربعة اربعة ديال الطراف ديال الموز، غنرقدهم تقريبا ثلاثة او لا اربعة ديال السوايع، حتى تيشرب هذاك الموز كيشرب مزيان داك الخليط، من بعد غادي نجي غادي نعملو على هاد الطريقة هادي، نهزها غتكون شاربة مزيان، نوضعها على هاد الطريقة هكذا على العينين ديالي، شفتو كذلك اخرى، لهذا الشكل هذا، غادي نكون متكيه حال هكذا، غادي نديرها ونغمض عيني شو على هذا الشكل هذا، والباقي طبعا غادي ندهنو على الوجه ديالي، غندير حتى العين اخرى ولكن دابا ما يمكنليش خصني نكون متكيه، هذا الباقي ديال الخليط غندهنو على الوجه ديالي، انا ما غاديش نضيعو مفيد بزاف، ما غاديش نضيعو البنات، خذوا النصيحه ديال الكركم وخذوا النصيحه ديال الفازلين، النصيحه ديال الكركم ما كيتغسلش بالصابون، كيرجع دائما سلبي على الوجه، ما كتحصلوش على نتيجه اللي هي زوينه، كتحصلوا على نتيجه سلبيه، وهذا هو الخطر ديالو وما كيعرفوش بزاف ديال الناس، المهم انكم
هانتوما شفتوا الطريقه ما كيطيح لي دابا، انكم شفتوا ان الطريقه كيفاش دايره، والفازلين كنصحكم بالفازلين. اللي عندها وجهها كيتقشر لها بزاف، وجهها عندها مشاكل ديال ناشف، الفازلين البنات فازلين غزاله لا يستهان بها، زوينه بزاف فازلين. بصحتكم وراحتكم البنات، ونمشي نكمل الوصفه الوجه ديالي ونتكونسونطرا واحد شويه، واحد العشرة ديال الدقائق نخليوهم حتى العشرين دقيقه ماشي مشكل. المهم اللي غادي نسالي ما غاديش نغسل وجهي بالصابون، غنغسل وجهي غير بالماء، الماء عادي، وانا جالسه في داري ملي غادي الا بغيت نخرج ولا تالي كاع وندير فازلين ونهز قطن ونمسح، اولا فوطه فيها ميه بارده ونكون ديجا دهنه فازلين ونمسح الوجه ديالي. مرحبا بكم البنات، بصحتكم وراحتكم، ونتمنى ديروا هاد الوصفات اللي تنقول لكم كيف ما هي باش تحصلوا على نتائج فورية ونتائج رائعة.